مرحبا بكم في موجز الأخبار عبر منصات السودانية 24. قال مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق والركن ياسر العطا، قال إن المعركة بدأت وإن التجهيزات النوعية عالية جدا. وكشف خلال مخاطبته كتيبة لواء البراء بن مالك عن تحقيق خسائر كبيرة جدا في صفوف التمرد، مشيرا إلى أن العمل الخاص هذه المرة هم سلاح الجو. وأضاف: الصور والتقارير التي وصلتني تكشف عن تحقيق خسائر وتقدم كبير. كذبت الشرطة المصرية فتاة ظهرت في مقطع مصور مدعية التعدي عليها من قبل 5 سودانيين في منطقة الهرم بالقاهرة وتهديدها بأسلحة بيضاء، وذلك وسط صمت المارة الذين اكتفوا بالمشاهدة وتصوير الواقعة دون التدخل لإنقاذها. وقالت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة إن الواقعة مفبركة ولم تحدث من الأساس، بل روتها الفتاة فقط من أجل زيادة المشاهدات على تطبيق التيك توك. وأشارت إلى أن الشابة من منطقة الهرم وتدعى مريم، وهي طالبة بالصف الثالث الثانوي وتبلغ من العمر 17 عاماً، قد اعترفت باختلاق القصة. قال حاكم إقليمي دارفور ميني أركو مناوي إنها المرة الأولى التي يصدر فيها الاتحاد الأوروبي بيان إدانة بلغة شديدة اللهجة، وذلك تجاه انتهاكات الدعم السريع في الفاشر. وطالب مناوي باتخاذ خطوات متقدمة لتجريم قوات الدعم السريع بتصنيفها منظمة إرهابية ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها. قال أعضاء في تجمع المهنيين ونقابات بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم إنه لم يتم التشاور معهم أو إعلامهم داخل أجسامهم بالأسماء المرشحة للمشاركة في الهيئة القيادية والأمانة العامة. وأوضح عضو في لجان المقاومة أن مسألة توزيع المناصب هي امتداد لتجاوزات داخل التحالف بدأت باختيارات الأمانة نفسها واللجان وتقسيم المواقع بين السياسيين. إلى ذلك شدد المتحدث باسم التنسيقية بكري جاك، شدد بحسب سودان تريبيون على أن الأمانة العامة لا تضم أي أعضاء لم يشاركوا في المؤتمر التأسيسي. اطلع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اطلع على مجمل الأوضاع بالولايات الشمالية والجهود المبذولة لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي شهدتها الولاية مؤخرا. وقال والي الولاية الشمالية عبد عوض عقب لقاء البرهان، قال إن الولاية تشهد استقرارا أمنيا نتيجة للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية. وأشار إلى تأثر أكثر من 51 ألف أسرة وتدمير 35 ألف منزل تدميرا كليا أو جزئيا، مؤكدا استعداد الولاية لمرحلة الإيواء وإعادة الإعمار. نهاية موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة نشرة الأخبار عبر منصاتنا المختلفة. في أمان الله.